الموسوعة التاريخية للدوري الكويتي. صابر خليفة يمر، المرور من صابر، الله 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 الله. في البدايات صابر عملها في البدايات تونسية، إذن البرازيلي في العام الماضي سجل أول هدف، والآن صابر خليفة نصر قرطاج يسجل أول أهداف اللقاء على نادي التضامن. إذن لصالح نادي التضامن، فيصل زايد يلعبها عالية، رأسية جمعة، الله 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 يا جمعة سعيد، الله يا جمعة سعيد، يا سلام. كالعادة هوايتك تسجيل الأهداف، المرور من اللاعبين وتسجيل الأهداف، طول القامة لجمعة سعيد. مرمى لصالح نادي الكويت، لبريتشي يمر، لبريتشي مع الكرة، يلعبها بينية جميلة على فيصل زايد، الله 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 على حلاوتها، الله على حلاوة كرة القدم اللي تقدم السحر والمكر والدهاء. لبريتشي مر من وين؟ من الناحية اليمنى، وفضل التمرير بتمريرة ساحرة لفيصل زايد اللي لقى نفسه أمام المرمى أمام حمد الماجدي. شوف لعبها، يا سلام، لعبها فيصل زايد وخذاها على طول. الكرة ملعوبة عالية، محمد فتاو، جول رابع، الرابع من المتخصص يعقوب الطرار، ومن المتخصص يعقوب الطرار، وهدف رابع هو 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 يعقوب الطرار اللي سجل هدف رابع وسجل اسمه مع قائمة الهدافين. موسم واحد، الكرة ملعوبة توصل إلى حميد ميدو، حميد ميدو تنحط، الله، خماسية سورية من حميد ميدو، هدف جميل جدا، هدف جميل جدا. دربكة في خط الوسط، لمح لاعب نادي الكويت ان حميد ميدو بيلعبها في مكان سليم الى الفاضل جمعة، والفاضل وجمعة مرة ثانية، والصابر والجمعة بيلعبها، الله، لسعة لسعة جمعة، لسعة غضب بهذه الأثناء، الله، جمعة سعيد، ولمسة إفوارية بعد الفرص الضايعة على يمين حارس المرمى عمار البلوشي. شوف صابر 1-2 ولمسة سريعة بين ثلاث مدافعين، يحطها على يمين حارس المرمى، هجمة عكسية مرتدة، فيصل زايد، فيصل كرة معاه اثنين من اللاعبين المرمى، بيحاول يمر، فيصل زايد كرة معاه بيعديها، بيتقدم، ينفرد في المرمى، فيصل زايد قدام الجول، بيعديها ويحط في الجول، الله الله الله. صابر صابر خليفة يستقل مجهود رائع من اللاعب فيصل زايد اللي مر وعبر واللي يعتبر هو الأب الروحي لهذا الهدف، هو صانع الهدف اللاعب فيصل زايد. شوف مر من اثنين من اللاعبين المقاتل المشاكس، اللاعب الرائع، يا 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 لروعة المجهود الفردي، ويقدمها. ما أعتقد راح يعيدها، ما راح تنعاد، هذه انحفظت خلاص، ما راح تنعاد، تلعب وجول جول، غير أداءه غير أداءه وغير أسلوبه حمزة الأحمر ويسجل هدف عنده أكثر. شوف الروح الرياضية لحارس المرمى عمار البلوشي، لعب وسجل هدف بطريقة بانينكا، ولكن عجب عجب اللاعب اللي راح للمرخية في قطر. كرة منقولة توصل إلى فريق نادي الكويت، بيحاول يلعبها وتوصل يحطها، الله الله الله، هدف رابع بشكل هادي بيحطها جمعة سعيد على قدم الحقيقة، تمريرة ذكية، ويصبح لديه ثنائية وهداف الدوري الكويتي الآن بثلاثة أهداف. جمعة سعيد يسجل هدف ثالث له في الدوري والثاني من كرة تمريرة. المدافعين والمهاجمين، الكرة ملعوبة، حمزة الأحمر توصل خطرة، الله الله، توني قاعد أتكلم عن صابر خليفة، هو 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 صابر خليفة، نصر قرطاج يطير كالنسور ويسجل أول أهداف اللقاء. إذا الكويت يفتتح النتيجة في العشر دقائق الأولى، شوف شوف صابر خليفة تابعها بشكل جميل. إذا تونسي توصل حمزة الأحمر إلى حميد ميدو، حميد ميدو، حمزة الأحمر عالية من حمزة الأحمر، الله
الله. عندما يظهر جمعة فإن السعادة كلها عند جمعة سعيد. هدف من أقدام جمعة سعيد. اظهر وبان عليك الأمان يا ابن أبي جمعة. حسين كنكوني مع الكرة. خطأ خطأ من حسين كنكوني يقع بالمحظور. وخطأ لحسين كنكوني وتضرب ايضا براس صابر خليفة. وش فلك يا صابر؟ في كل جول اصابة، في كل كرة تضعها في المرمى اصابة، لكن هذا الهدف يتحدث. اجري الى سامي الصانع، الى جمعة. جمعة الان محاولة يمر، مرور مميز الى جمعة، اذا مر فيها خطورة. ولا يموت العبيد، يمرض ولا يموت. يا سلام على الجبل، الجبل صابر خليفة. لاحظ الإعادة تحديدا من جمعة لأي من الناديين. هنا المتابعة إلى الأمام. الله، أسمر أسمراني، أسمر أسمراني. الجبل، الجبل، إنه الجبل يا سادة. يا الله، الله، يا سلام. جديدة ولا أيضا أسماء كبيرة. هنا المتابعة، انطلاقة باتجاه المرمى، باتجاه المرمى. الجبل، الجبل يتقدم للمرة الثالثة، ولكن عن طريق إلى حمزة الأحمر، إلى الأمام، إلى حميد ميدو. متابع الرابع، انهيار للعربي، انهيار، انهيار للعربي بأقدام فيصل زايد. سقراط وأيضا سلطان جبل في هذه المقابلة. فيصل زايد يسير على خطى الكبار، يسير على خطى الكبار. صحيح أوفسايد، لكن تعتبر كرة من الكرات الخطرة. خطوة واحدة ممكن يتأخر، وهذه 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 وهذه. 15 دقيقة جول، 15 دقيقة جول، والربع ساعة الأولى جول، والكويت يتقدم. وما عدت الربع ساعة، بالدقيقة 15 وبالفعل جول لصالح نادي الكويت، وجول حلو، هدف حلو بالفعل، رفعة ومنتهى الروعة، وهدف. وهذه إعادة، هذه إعادة. انذار الغاني، كوفي، فيصل زايد، ملعوب الكرة في الجهة الثانية. كافية الخمس دقائق، كافية بتسجيل جول، كافية بتسجيل هدف، ورفعة حلوة وأحلى من اللاعب اللي حاطها خنصيدة منه. كرة حلوة وجول. لن تنتهي واحد واحد، لن تنتهي واحد واحد، تنتهي 2-1. الآن راح يحافظ الكويت طبعا، وراح يرجع ويتراجع. خمس دقائق قلنا كافية بتسجيل هدف، وبالفعل الكثرة تغلب الشجاعة، وفعلا الكثرة تغلب الشجاعة من بين لاعبي نادي النصر وامام لاعبي الكويت. عرضية خطيرة، الله، 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 جول كويتاوي.
الشناوي أول بعد تدخل جميل واختراق رائع عن طريق من القادم من الخلف مشاري غنيم تقدم سامي الصانع بعيد عن موقف التسلل عرضها محاولة موجودة عندك فرصة بالتسديد سدد حمزة الله على هذه اللمسة من حمزة الله على هذه اللعبة من حمزة الله على هذه النظرة من حمزة تابع الزاوية الفاضية تابع الزاوية المثالية وسدد الكرة في هذه الزاوية المثالية جدا 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 لعبة موجودة إلى حمزة يلعبها طويلة ممتازة إلى جمعة سعيد جمعة 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 الثالث خلاص نهى اللعبة جمعة سعيد وينهي هذه المباراة بهدف ثالث في شباك نادي النصر لكن أيضا هناك احتجاج من حارس المرمى محمد هادي هو ما كان في موقع تسلل هذه الإعادة من جديد هذه الفرصة من جديد مطالبة بوجود لمسة يد على جمعة سعيد هو كلام محمد هادي لكن استلم الكرة ونهى اللعبة قبل قليل محمد زال مستمرا عندنا قسم ثاني أيضا راح يتغير فيه أمور عديدة هذه كرة موجودة إلى جمعة سعيد خطيرة هذه اللعبة التسديدة وين من حمزة الله على حمزة والمتابعة موجودة نعم جول رابع كويتاوي عن طريق اللاعب اللي كان عنده بعض من سوء التوفيق في هذا الشوط لكن بالأخير يسجل هدف اللقاء الرابع في شباك نادي النصر في هذه الدقائق الأخيرة من هذه المباراة إذن أعزائي المتابعين 4 أهداف مقابل لا شيء فوز مثالي فوز مهم فوز أيضا يضع الكويت متصدرا متربعا على صدارة الدوري لهذا الموسم بعد هذه الجولة ينتظر المنافسين الجزاء لمصلحة الكويت فيصل زايد الله يسجل فيصل يتقدم العميد يفرح جمهور الليث الأبيض من نقطة الجزاء من علامة الجزاء الكويت يتقدم بأول الأهداف الآن بأول فيصل والله كان قريب خالد الرشيدي كان قريب مع الكرة لكن الدقة في أقصى الزاوية صعبة شالها حارس المرمى الاول الاهداف الاول 9 دقائق
جمعة سعيد لصالح نادي الكويت الكرة. حمزة الأحمر بينقلها جهة اليمين ناحية سامي السانة، يلعبها كرة عرضية، جمعة بحط الرأس، الله جول جمعة سعيد، يأتي بالخبر السعيد، جول لصالح نادي الكويت، جول 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 لصالح نادي الكويت، لصالح نادي الكويت. جمعة 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 سعيد، جمعة سعيد، وانذار من حكم المباراة لأن جمعة غادر. معنا الكويت بالتقدم، جمعة سعيد استلم، جمعة مع سامي الصانع، مرر لكرة سامي الصانع، عنده عرضية مررها خطيرة، سدد، الله جول. نعم، هذه المشكلة اللي كنا نقول عنها، لكن مع أول هدف لصالح نادي الكويت عن طريق فيصل زايد تقدم في هذه الكرة وبنقلة جميلة جدا من حسين حاكم الواضح أمامنا في الصورة بتنفيذ الركلة الحرة، سداد، الله عليك، يا سلام يا سلام. ليس حسين حاكم بل هو المحترف، بل هو المميز والراه، حمزة الأحمر الخبير المميز جدا وصاحب هدف اللقاء الثاني. الترتيب هنا محاولة موجودة، ما فيها تسلل، طلال عدى، مرر لكرة خطيرة أمام المرمى، الله على طلال جازع، على انطلاقة ممتازة وأيضا على تركيز عالي جدا، كان مركز مع حكم الرأي الآخر، الحكم سيد داخل منطقة الجزاء بل خارج منطقة الجزاء، سامي الصالة عرضها، الله على الرد السريع من نادي الكويت، وبرافو من سامي الصالة اللي كان عنده نظرة ممتازة لصابر خليفة. يعني تلعب كأنها مباراة جديدة، هنا محاولة موجودة، هنا كرة خطيرة حالية لصالح نادي الكويت، خطرة مع حميد ميدو، سداد، الله يا حميد ميدو على هذه التسديدة، الله على هذه التسديدة الراقية في شباك الحارس شاب كنكوني، هدف اللقاء الخامس والأول لصالح السوري حميد ميدو اللي تقدم في الكرة السابقة، سددها فوق المرمى، ما قدر عليها شاب كنكوني، 5 أهداف مقابل هدف واحد. فرصة تعد عن الدفاع عشان يشوت ما تلمس بالدفاع، وهذه كرة ثانية للحارس اللي صيد مرة ثانية، ولا زالت كرة خطرة لنادي الكويت، بالشمال الأحمر لابس أبيض ويقول سلام عليك حمزة الأحمر، قول هذا هو حمزة وقول، إذن 1-1. شوف الحارس كثر ما يقدر حاول يصدها الحارس، يعني سوى اللي عليه، شوف هني شماله حتى اللي مغطي. هل تعود الأمور إلى نقطة البداية؟ نعم، العميد يعود للمباراة ويسجل هدف التعادل عن طريق فيصل زايد، وبالتالي عدنا من حيث بدأنا، عدنا إلى نقطة البداية. كرة بتعود مجددا في الجهة اليمين، يعقوب مجددا يسيطر على الكرة، يبحث عن التقدم، يرسل كرة للأمام، جمعة أخيرة، جمعة بالرأس يسجل للعميد الهدف الثاني في المباراة، ويؤكد على أن العميد لن يتنازل عن الصدارة ولن يتراجع عن اللقب من خلال هذا الموسم، ويسعى لتوسيع الفارق. جمعة سعيد بأقل مجهود سجل من خلال هذه الكرة برأسه، تدخل بعيدة جدا، حمزة الأحمر يتقدم بيسدد كرة، الله، الأحمر يسجل للعميد
يسجل للعميد هدف المباراة الأول. يا لها من كرة ويا له من هدف ويا لها من بداية في كرة وقفت مصعب في كرة وقفت سليمان عبد الكرة ما زالت مستمرة. فيصل زايد في أول كرة فيصل زايد في أول لقطة. الله الله شارك ليسجل الثاني للعميد شارك ليضع العميد في المقدمة للمرة الثانية في المباراة. سليم الزوهرة لكن توصل مرة ثانية حمزة الأحمر الطرارة إلى فيصل زايد فيصل زايد إلى الصانع الصانع يلعبها بلمسة من لوكاس سيلفا لوكاس سيلفا البرازيلي يضع أول أهداف اللقاء والتمريرة كانت من سامي الصانع ولكن لوكاس سيلفا بالقوة البدنية الهائلة اللي يمتلكها والآن يلعب نادر الحين ناقص لاعب الكرة ملعوبة حمزة الأحمر يلعبها حمزة الأحمر الله الله التونسي حمزة الأحمر برشة برشة يا حمزة هدف جميل جدا من حمزة الأحمر على طريقته وهدف أمام نادي العربي في مرمى سليمان عبد الغفور ولكن الآن سعد العنزي فيصل زايد هل يسجل هدف ثالث والأول له شخصيا فيصل زايد والهدف الثالث لفيصل زايد الهدف الثالث لفيصل زايد هو 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 فيصل زايد لاعب نادي الجهراء والمنتخب الوطني والكويت حاليا إضافة قوية جدا إلى صفوف كتيبة نادي والكابتن صلاح الحساوي القناص الكبير القناص الكبير صلاح الحساوي ملعوبة توصل إلى البريتشي وتصويبه وهدف رابع هدف رابع لنادي الكويت هدف رابع كشيء متوقع من نادي الكويت أن يسجل هدف رابع في ظل التقدم من لاعبي نادي ألف حيحيل وسجل البريتشي هدف رابع سجل بريتشي هدف رابع يسجل اسمه مباراة مفتوحة بين الفريقين أعزائي المشاهدين هذه كرة أولى جمعة سعيد يتمكن من افتتاح النتيجة 1-0 مشاهدينا الكرام تنطلق بالأهداف بالأجوال بقوة بعد تقريبا أقل من دقيقة في الثواني الأولى يتمكن الإيفواري جمعة سعيد من افتتاح باب التسجيل في هذه المباراة يتقدم فهد قلب الدفاع كرة لحمزة الأحمر حمزة الأحمر رؤية ممتازة توزيعة التمهيد كرة للثاني الهدف الثاني الهدف الثاني ممتاز جدا هدف ثاني لنادي الكويت هدف ثاني ممتاز بعد كرة كانت ملعوبة بكيفية كانت جيدة جدا ممتازة جدا كانت التوزيعة من جانب حمزة الأحمر شوف الامتياز في هذه الكرة يتولى التنفيذ يرفع الكرة فيصل زايد كرة رأسية جول الهدف الثالث هذه المرة دوبلي ثنائية جمعة سعيد بفضل الركنية على المقاس كانت من جانب فيصل زايد هذا هو الهدف الثالث الذي تحدثت عنه بمثابة الضربة القاضية خلاص كل شيء انتهى في هذه المباراة 3-0 للعميد بكل تأكيد عودة من بعيد في مباراة اليوم وفي هذه الجولة رقم 15 كرة ملعوبة حمزة الأحمر تعود للكرة والأجمل لمعكسة جمعة سعيد كرة للهدف الرابع جمعة سعيد 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 يضرب بالهاتريك جمعة سعيد لا يرحم في هذه المنطقة جمعة سعيد يثمن مجهودات حمزة الأحمر باسيست كانت ممتازة جمعة سعيد يتلاعب بالدفاع النصراوي قاعد يطالع اللاعبين يرفع نوع من الخدعة نوع من الخدعة راح يلعبها خلف الحيطة خلف الحيطة جول خلف الحيطة وجول خلف الحيطة ويمين الحارس جول جول الكويت في الدقيقة 86 آخر 4 دقائق الكويت حمزة الأحمر يسجل حمزة الأحمر حمزة الأحمر جول واضح الحيطة والحارس ما كان منتبه أيضا أنه يقعد يوقف في وسط المرمى يعتمد على الحيطة أنه تصد فيهم لا
تسجل الهدف في الدقيقة. سيد حمود حسين طويلة، بدأ يلعب كرات طويلة الكويت، بدأ حارس المرمى سطام، الله أكبر عليك، يا سلام عليك يا فيصل، يا سلام عليك يا فيصل، مخ وكنترول حلو، حلوة مخ وكنترول حلو، طبعا شايف الحارس تقدم وطلع من المرمى وبالتالي لعبها بشماله بإتقان وبفن. طبعا جول حلو، عطنا الإعادة، عطنا الإعادة، جول مثل هذا حلو يا مخرجنا يا أبو مجداد، مشكور مشكور. شوف 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 الحارس وين، سلام عليك سلام عليك على الكنترول الحلو، شوف 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 شوف، لا هي برة ولا هي صايدها الحارس، راح يلعبها أحمر، جول سلام، الثاني للكويت، الثاني في الدقيقة 29، يعقوب الطراروة، يعقوب هذا جمهور الكويت، يعقوب الطراروة يستطيع من خلال ضربة الجزاء، هو استلم اللاعب يقول هو اللاعب عرقلني، لا هو وهو معدي، أنا أيضا قاعد تابعه، وبالتالي كرة عادية، هذه كرة ملعوبة، كرة ملعوبة، جمعة سعيد، جمعة سعيد راح جول 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 جول، الله جول، وجمعة سعيد قال له خذ راحتك، قال له قول يا طراروة، حطها بريلك اليمين بريلك اليسار، تنفخ عليها جول، يعني انت والجولتي، مو الجولتي، الجولتي برا اللعبة خلاص، طلعها لنا تمريرة ما أمامه إلا الخط والشبك. الشوط الثاني باقي 31 دقيقة وهذه الكرة ملعوبة حلوة وتوصل بالجول، بالجول الرابع، الرابع الرابع، يقولوا أنا سجلت الرابع، أنا سجلت الرابع، وبالفعل يعني فهد الهاجري، فهد الهاجري يشيلونه طبعا طبعا، لما يشيل النتيجة أكيد تشيله، حلو حلو، 4-1 4-1 في الدقيقة، خلينا نقول في الدقيقة 59 من عمر المباراة، 59. بطل والله بطل يا علي الصين انت العالم.